أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وعودة مرة أخرى للبرامج التعليمية مادة الرياضيات، ومعكم محمد الدوميني. إن شاء الله النهاردة لطلبة الصف الثاني ثانوي هناخد مع بعض في طلبة تانية ثانوي تفاضل. فرع التفاضل اللي هنتكلم عنه النهاردة هنتكلم على آخر درس فيه اشتقاق الدوال المثلثية. اشتقاق الدوال المثلثية اللي هنتكلم فيه ازاي نشتق الدالة وازاي نطبق الملاحظات اللي خدناها قبل كده في على الاشتقاق. طب اشتقاق الدوال المثلثية بيقول لي ايه؟ هنشوف مع بعض في اشتقاق الدوال المثلثية. خلي بالك معايا، اذا كانت ص بتساوي د س، دي الدالة بتاعتنا، قلنا المشتقة بتاعتنا الص بيرمز لها بالرمز ص شرطة او د شرطة س او د ص على د س، يبقى الدالة ص اللي هي دالة س، يبقى المشتقة ص شرطة دال شرطة س دال ص على دال س. في اشتقاق الدوال المثلثية بيقول لي لو ص بتساوي جا س، الجا مشتقتها جتا. طيب ص بتساوي جا أ س زائد ب، نشتقها ازاي؟ قالك ص شرطة بيساوي أ س مشتقتها أ، الجا مشتقتها جتا أ س زائد ب. طب لو ص بتساوي جتا س، الجتا مشتقتها سالب جا. طب لو ص بتساوي جتا أ س زائد ب، الجتا مشتقتها اهو الاشتقاق بتاعها أ س مشتقتها احنا عارفين أ، والجتا مشتقتها سالب جا، يبقى سالب أ جا أ س زائد ب. الصاد بتساوي ظا س، الظا مشتقتها قا تربيع. طب لو الصاد بتساوي ظا أ س زائد ب، يبقى الظا مشتقتها، نشوف كده مع بعض الاشتقاق بتاعنا في الظا، أ س مشتقتها أ والظا مشتقتها قا تربيع أ س زائد ب. نفتكر تاني اللي احنا قلناه، الجا مشتقتها جتا. جا أ س زائد ب نشتق الزاوية، أ س تبقى مشتقتها أ والجا مشتقتها جتا، والزاوية تنزل زي ما هي. الصاد بتساوي جتا س، الجتا مشتقتها سالب جا. طب جتا أ س زائد ب مشتقتها ايه؟ سالب ألف، ألف س مشتقتها ألف والجتا سالب جا، يبقى سالب ألف جا ألف س زائد ب، سالب ألف جا ألف س زائد ب. خلي بالك ألف دي جبناها منين؟ مشتقة الزاوية، الظا مشتقتها قا تربيع، الظا مشتقتها قا تربيع، الظا مشتقتها قا تربيع. طب ظا ألف س زائد ب، يبقى ألف قا تربيع ألف س زائد ب، ألف قا تربيع ألف س زائد ب، ألف قا تربيع ألف س زائد ب. يبقى مرة تانية نفتكر الدوال المثلثية اشتقاقها بيكون ازاي؟ الجا مشتقتها جتا، والجتا مشتقتها سالب جا، والظا مشتقتها قا تربيع. مرة كمان، الجا مشتقتها جتا، والجتا مشتقتها سالب جا، والظا مشتقتها قا تربيع. لآخر مرة، الجا مشتقتها جتا، والجتا مشتقتها سالب جا، والظا مشتقتها قا تربيع. الزاوية نفسها بشتقها الأول وبعد كده اشتق الدالة المثلثية. يجي لنا سؤالنا ازاي؟ نبتدي بأسئلة مباشرة وخليك معايا تاني وهنتكلم عن اوجد المشتقة الأولى للدالة. ص بتساوي، عايزين نجيب المشتقة الأولى للدالة. ص بتساوي، خلي بالك معايا بقى هنتكلم على اشتقاق الدوال المثلثية. ص بتساوي، شوف هنحسبها ازاي، جا 5 س زائد جتا 7 س زائد 3، عايزين نشتق الدالة دي. ص شرطة بيساوي، نبتديهم بقى واحدة واحدة. جا 5 س مشتقتها ايه؟ 5 جتا 5 س، 5 س مشتقتها 5، الجا تبقى جتا والزاوية 5 س زي ما هي. جتا 7 س مشتقتها سالب 7 جا 7 س، والتلاتة مشتقتها 0. طب تاني، ص بتساوي س تكعيب جا 5 س. بص كده معايا، ص بتساوي س تكعيب جا 5 س،
متهيألي دول مضروبين في بعض صح؟ مين اللي قال؟ لو كان جمع كنت كتبته في الوسط زائد، لو كان طرح كنت كتبته ناقص، انما الرموز ورا بعض متتاليه اذا نستنتج ان هو ضرب. في الحاله دي في الشكل ده يبقى ضرب. طب في شكل الضرب بنشتق ازاي؟ س شرطة بيساوي ده الاثنين مضروبين في بعض، مشتقة الاول 3 س تربيع، في الثاني ج 5 س، زائد مشتقة الثاني 5 س مشتقتها هي 5 جتا 5 س. خد بالك من دي، عملت ايه؟ 5 س مشتقتها 5 والجا تبقى جتا 5 س. مشتقة الزاوية في مشتقة الدالة المثلثية اهي، والزاوية تنزل زي ما هي، مشتقة الزاوية 5 س مشتقتها 5 في مشتقة الدالة المثلثية والزاوية تنزل زي ما هي، ده كده مشتقة التاني. في الأول مين الأول؟ س تكعيب، قمت كاتب فيه س تكعيب، يبقى مشتقة الأول أهو س تكعيب مشتقتها 3 س تربيع، في التاني زي ما هو، زائد مشتقة التاني 5 س مشتقتها 5 جتا 5 س، كل ده مشتقة التاني، حاطط تحتيهم خط أهو، في الأول س تكعيب، قمت كاتب فيه س تكعيب، المفروض أكتب فيه س تكعيب هنا، خفت تضربها هنا ما تاخدش بالك، فقلت لك السين تكعيب دي هتضرب في الخمسة اللي في الأول، فعشان كده كتبت 5 سين تكعيب جتا 5 سين. مرة كمان، ص بتساوي سين أس 4 جا 2 سين، ص شرطة بيساوي سين أس 4 مشتقتها 4 سين أس 3، في التاني زي ما هو جا 2 س، زائد مشتقة التاني 2 جتا 2 س، في الأول س أس 4. مرة تانية، مشتقة الأول 4 س تكعيب، في التاني زي ما هو، زائد مشتقة التاني 2 جتا 2 س، في الأول زي ما هو. مرة كمان، مشتقة الأول س أس 4 مشتقتها مشتقة الأول 4 س أس 3، في التاني زي ما هو، زائد مشتقة التاني 2 جتا 2 س، في الأول س أس 4. يبقى مشتقة الأول في التاني زائد مشتقة التاني في الأول، مشتقة الأول في التاني زائد مشتقة التاني في الأول. نخلي بالنا من اشتقاق الدوال المثلثية وهنتكلم عليه مرة تانية، وخد بالك كده أهو، لما جه قال لي أوجد المشتقة الأولى للدالة، ص بتساوي سين ظا 5 س، نبتدي كده مع بعض، سين في ظا 5 س، في اهي ضرب، مشتقة الأول 1، في التاني زي ما هو ظا 5 س، زائد مشتقة التاني 5 ق تربيع 5 س، 5 س مشتقتها 5 وظا مشتقتها ق تربيع والزاوية زي ما هي، في الأول س، يبقى مشتقة الأول س مشتقتها 1 في التاني زي ما هو، زائد مشتقة التاني 5 ق تربيع 5 س في الأول زي ما هو، يبقى مشتقة الأول في التاني زائد مشتقة التاني في الأول، ص بتساوي س تكعيب ظا 2 س، عايزين نشق دي مرة كمان أهي، س تكعيب في ظا 2 س، مشتقة الأول س تكعيب تبقى مشتقتها كام؟ 3 س تربيع، في التاني ظا 2 س، زائد مشتقة التاني 2 ق تربيع 2 س، 2 ق تربيع 2 س، شايف بشاور ازاي؟ 2 س مشتقتها 2، الظا مشتقتها ق تربيع والزاوية زي ما هي، في الأول س تكعيب، يبقى مشتقة الأول في التاني زائد مشتقة التاني في الأول. طب أنا اتكلمت على اشتقاق الدوال المثلثية، يا ترى بقى هيقول لي ازاي المسائل بتاعتها تمشي؟ هنشوف مع بعض. اوجد المشتقة الأولى للدوال الآتية، ص بتساوي س جتا 2 س زائد جذر س، مشتقة الدالة أول خطوة عندنا، دالتين مضروبين في بعض زائد دالة تانية، طالما جمع يبقى دول لوحدهم ودي لوحدها، يبقى ص بتساوي س في جتا 2 س دي هنبقى نشتقها، وجذر س دي نظبطها تبقى س أس نص،
يبقى المسألة بتاعتنا س في جتا 2 س وجذر س يعني س أس نص، يبقى د ص على د س بيساوي مشتقة الأول واحد في الثاني زي ما هو زائد مشتقة الثاني سالب 2 ج 2 س في الأول س زائد س أس نص مشتقتها ايه؟ نص س أس نص ناقص واحد. مشتقة الأول واحد في التاني زي ما هو زائد مشتقة التاني 2 جتا 2 س هتبقى 2 جتا 2 س اهي 2 س مشتقتها 2 والجتا مشتقتها سالب جا 2 س في الأول زي ما هو س زائد س أس نص اللي هي نص ينزل س أس نص ناقص واحد يبقى سالب نص. وده اشتقاق الدالة بتاعتنا. طبعا واحد في أي حاجة الواحد ما بيكتبش. ده اشتقاق الدالة في حالة الضرب. طب تعالى ما نشوف قوس لي أس. بص المسألة اللي جاية دي ص بتساوي اوجد المشتقة الأولى للدالة ص بتساوي ج تربيع 3 س. شباب ج تربيع 3 س دي معناها ج 3 س زائد 1 الكل تربيع. ج تربيع دي معناها ج 3 س زائد 1 الكل تربيع. كده بقى قوس لي أس. لما يكون عندي قوس لي أس بنشتقه ازاي؟ القاعدة بتاعتنا بتقول لي ص شرطة بيساوي مشتقة القوس في مشتقة مداخل القوس. يعني ايه مشتقة القوس في مشتقة مداخل القوس؟ مشتقة القوس يعني الأس ينزل ونكتب ج 3 س زائد 1 الكل أس واحد، يعني الأس ينزل واطرح من الأس واحد في مشتقة مداخل القوس 3 جتا 3 س زائد 1. القوس ينزل 2 في القوس زي ما هو أس 1 في مشتقة مداخل قوس 3 جتا 3 س زائد 1. يبقى دايما القوس بينزل اهو 2 والدالة تتكتب زي ما هي اطرح من القوس 1 في مشتقة مداخل قوس نشتق اللي جوه بقى 3 س مشتقتها 3 والجا مشتقتها جتا والزاوية تنزل زي ما هي. اضرب الارقام اللي بره الزوايا 2 في 3 تبقى 6 في جا 3 س زائد 1 في جتا 3 س زائد 1. ده اسمه اشتقاق الدوال المثلثية. خدت بالك من اشتقاق الدوال المثلثية؟ اشتقيت الأول والتاني، اشتقيت في الضرب واشتقيت في القسمة. نشوف القسمة تاني، نشوف مسائل القسمة. اوجد المشتقة الأولى للدالة. احنا اشتقينا ضرب وقسم المرة اللي فاتت، خدنا قواعد الضرب والقسمة. طب افتكر معايا اشتقاق الضرب. قلنا في حالة الضرب مشتقة الأول في التاني زائد مشتقة التاني في الأول، مشتقة الأول في التاني زائد مشتقة التاني في الأول، خدنا عليها مسائل دلوقتي. طيب قلنا مشتقة القسمة، القسمة بنشتق ازاي؟ مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط على المقام تربيع. والقوس اللي ليه أس مشتقة القوس في مشتقة مداخل القوس. طب دلوقتي احنا عايزين نتكلم على اشتقاق القسمة عشان تشوفوا معايا. قال لي اوجد المشتقة الأولى للدالة ونشوف الناس اللي هتتابع معانا. نشوف دلوقتي ومعانا أول اتصال في حلقتنا النهاردة، أحمد من بني سويف. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مصر؟ ازيك يا أبو حميد عامل إيه؟ الحمد لله. مس متابع معايا؟ ايوه متابع معايا. طب نشوف كده اشتقاق القسمة هيكون ازاي. اوجد المشتقة الاولى للدالة ص بتساوي ج 2 س على ج 7 س. المشتقة الاولى بتساوي ايه؟ هتبقى نعمل كسر. ايوه يبقى ج 7 س كل تربيع. هو هيربع المقام يبقى ج 7 س الكل تربيع. ونشتق بقى نشتق يبقى 2 2 ج 2 س. هيشتق البسط 2 جتا 2 س. 2 جتا 2 س مشتقة البسط في المقام زي ما هو في جتا 7 س. تمام. زائد ناقص ناقص هتبقى زائد بعد كده بس هي ناقص 7 7 ناقص سبعة ناقص جا سبعة سي. تمام. قال لي القانون بيقول لمشتقة الأول البسط في المقام. تمام الله يفتح عليك. مشتقة البسط 2 جتا 2 سين في المقام زي ما هو ناقص مشتقة المقام السبعة سين مشتقتها سبعة والجتا مشتقتها سالب جا، يبقى عشان كده بقت موجب. موجب سبعة جا سبعة سين في جا 2 سين.
الله يفتح عليك يا ابو حميد. والميزه هنا اهو ان في اشتقاق الدوال المثلثيه المساله كده منتهيه، يعني ملهاش تكمله، لان مفيش حاجه هتطير من البسط مع المقام. ممتاز احمد، فعشان كده هيحل معايا المثال اللي جاي. يلا يا ابو حميد المثال اللي جاي يا استاذ احمد، تحل معايا المثال اللي جاي؟ طيب شوف المثال اللي جاي ده بتاع الناس الشطار اللي زيك، بيقولوا ايه بقى في المثال ده؟ اذا كانت ص بتساوي جا س على جا س زائد جتا س، اثبت ان د ص على د س بتساوي 1 على 1 زائد جا 2 س. المساله دي تربط ما بين التفاضل وحساب المثلثات. يلا اتفضل كده معايا. اذا كانت ص بتساوي جا س على جا س زائد جتا س، ادي الداله، اثبت ان المشتقه هتساوي 1 على 1 زائد جا 2 س. نشتك الاول جا س على جا س زائد جتا س، د ص على د س بيساوي مشتق الداله، جا س زائد جتا س الكل تربيع في المقام جا س زائد جتا س الكل تربيع البسط. البسطة يبقى مش بس البسطة يبقى واحد يبقى جاسين في جاسين زائد جاسين. طب معلش الجا مشتقتها مرة تانية ايه؟ الجا مشتقتها سالب جات جاتا بس. يبقى الجا مشتقتها جاتا سين في المقام اللي هو جاسين زائد جاتا سين. ناقص مشتقة المقام. مشتقة المقام يبقى جتا سين جتا سين جتا سين في ناقص 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 جا سين. طبعا المقام مشتقته الجا مشتقتها جتا، والجتا مشتقتها سالب جا في البسط زي ما هو. ايوه انت مشكلتك ان انت قاعد مركز في المساله وعمال تفكر ازاي اخرها ده هيطلع. واحده واحده يا ابو حميد، نمسك البسط بقى، اضرب البسط ببعضه، نفك الاقواس. جتا س في جا س يبقى جتا س في جا س زائد جتا في جتا يبقى جتا تربيع س. تمام. ناقص ناقص جا س في جتا س تبقى جتا س جا س زائد. ماشي تمام. هو ضرب سالب في جتا س في جا س اهي، وبعد كده قال سالب في سالب بموجب جا س في جا س بجا تربيع س. واضح ان الخط قطع من عند احمد. نشوف مع بعض المساله وتابع معايا يا احمد وحاول تتصل بينا مره ثانيه. المقام تربيعي يتفك مربع الاول مربع الثاني، الاول في الثاني في 2 يبقى 2 جا س جتا س، يبقى القوس التربيعي يتفك مربع الاول مربع الثاني الاول في الثاني في 2. شوف بقى ايه اللي حصل عندنا، جتا س جا س راحت مره موجب ومره سالب، جتا س جا س راحت اي جتا س جا س جتا س جا س هنا موجب وهنا سالب، يتبقى ألف البسط جتا تربيع س اهي زائد جا تربيع س، وفي المقام جتا تربيع س زائد جا تربيع س اهي تاني زائد 2 جا س جتا س. من قوانين حساب المثلثات جتا تربيع زائد جا تربيع من اولى ثانوي يبقى بواحد، جا تربيع زائد جتا تربيع بيساوي واحد، زائد 2 جا س جتا س ده اسمه قانون ضعف الزاويه، اخر قانون في منهج حساب المثلثات، وهنتكلم في حساب المثلثات الحصه اللي جايه ان شاء الله. الحلقه اللي جايه تبقى مخصصه لحساب المثلثات، قانون مجموع زاويتين وبعديها قانون ضعف الزاويه. 2 جا س جتا س 2 جا جتا، يبقى ده اسمه قانون جا ضعف الزاويه، يبقى الزاويه اللي عندي اضربها في 2، وهو ده المطلوب اثباته. يبقى المساله من الاول تاني نشوفها كده. مسالتنا ص بتساوي جا س على جا س زائد جتا س، عايز اشتق، باين الاشتقاق عندنا باين اهو، الجا مشتقتها جتا في المقام زي ما هو، ناقص مشتقه المقام الجا مشتقتها جتا والجتا مشتقتها سالب جا في البسط زي ما هو، على المقام تربيع. نضرب بقى جتا س في جا س وجتا س في جتا س تبقى جتا تربيع س، وسالب جتا س في جا س بسالب جتا س في جا س، وسالب في سالب بموجب جا في جا بجا تربيع س. نطير الاقواس اللي شبه بعض مع بعض، ده موجب وده ايه سالب،
يبقى جتا تربيع زائد جا تربيع اتكتبت في البسط، جا تربيع زائد جتا تربيع زائد 2 جا س جتا س اتكتبت في المقام. قلنا جتا تربيع زائد جا تربيع مجموعهم واحد، الجا تربيع والجتا تربيع بتعيد مره ثانيه مجموعهم واحد، 2 جا س جتا س ده اسمه قانون ضعف الزاويه، المقدار ده كله بيساوي جا 2 س. اشتقاق الدوال المثلثيه وارتباطه بحساب المثلثات، والمسائل دي هنبقى فيها افضل لما ناخد الفصل الثاني في حساب المثلثات للي ما خدهوش. اشتقاق الدوال المثلثيه هنتكلم عن الملاحظات، كيف نوجد الميل، كيف نوجد الزاويه، كيف نوجد النقط الواقعه على منحنى الداله. هتشوف معايا اوجد الميل. هنتكلم عن الميل، فبنقول اوجد ميل المماس لمنحنى الداله. اوجد ميل المماس لمنحنى الدالة ص بتساوي س جا 2 س عند س بيساوي طه على 4. علشان اوجد الميل، اوجد ميل المماس لمنحنى الدالة دي عند س بتساوي طه على 4. ازاي نجيب الميل؟ قال لي عشان اجيب الميل اتفقنا قلنا ان الميل بيساوي المشتقة الاولى للدالة عند التعويض بنقطة. يعني نجيب المشتقة الأولى ونعوض بالنقطة اللي هيقول عليها. نجيب المشتقة الأولى ونعوض بالنقطة اللي هيقول عليها. الدالة قايل لنا ص بتساوي س جا 2 س. نشتق الدالة بقى. دالتين مضروبين في بعض. دال ص على دال س بيساوي. المشتقة الأولى بتساوي. الس مشتقتها كام؟ مشتقة الأول الس مشتقتها واحد في التاني زي ما هو. زائد مشتقة التاني 2 جتا 2 س في الأول س. مشتقة الأول 1 في التاني زي ما هو، زائد مشتقة التاني 2 جتا 2 س في الأول س. باين عندنا عند س تساوي طه على 4. يبقى عشان أجيب الميل أعوض عن السين بالرقم اللي قال عليه، جا 2 في طه على 4 زائد 2 في س اللي هي طه على 4 جتا 2 في طه على 4. يبقى كل س عندي اشيلها واحط مكانها طه على 4. جا 2 في طه على 4 بالاختصار تبقى طه على 2. 2 مع 4 تروح تبقى طه على 2. 2 مع 4 تبقى طه على 2. جا طه على 2 يبقى جا 90 بواحد. جتا طه على الاثنين يبقى جتا 90 بصفر. يبقى واحد زائد طه على الاثنين في صفر يبقى بصفر، يبقى الناتج عندنا واحد. يبقى كيف نوجد الميل؟ نوجد المشتقه الاولى ونعوض بسين اللي هيقول لي عليها، نعوض بالنقطه اللي هيقول عليها. كيف نوجد الميل؟ نوجد المشتقه الاولى ونعوض بسين اللي هي النقطه اللي قال عليها. شوف السين قال عليها بكام ونعوض بيها. خد بالك الدوال المثلثيه الجا والجتا والظا وبيت الدوال المثلثيه نقدر نجيب لهم الزوايا الخاصه 30 60 45 0 90 180 270 360 سواء كنا حافظينها او من على الاله. تذكر ان في الاله الجا يعني ساين، الجتا يعني كوزاين، الظا يعني تان. قال لي اوجد قياس الزاويه. اوجد قياس الزاويه التي يصنعها المماس. اوجد قياس الزاويه ص بتساوي جا س زائد جتا س عند س بتساوي طه على 2. اوجد قياس الزاويه التي يصنعها المماس للمنحنى عند س بتساوي طه على 2. ازاي نجيب الزاويه؟ قال لي تجيب الميل الاول. ماشي، نجيب الميل ازاي؟ د ص على د س بتساوي الجا مشتقتها جتا والجتا مشتقتها سالب جا. الجا مشتقتها جتا والجتا مشتقتها سالب جا، دي المشتقة الأولى للدالة. يبقى الميل بيساوي المشتقة الأولى، بس لما نعوض عن س بكام قبل ما تختفي أهي؟ طه على الاتنين. يبقى نعوض بطه على الاتنين. يلا نعوض، يبقى جتا طه على الاتنين ناقص جا طه على الاتنين. جتا طه على الاتنين يبقى جتا 90 بصفر.
ج 90 بواحد، يبقى الميل هيطلع سالب واحد. ولما الميل يطلع سالب واحد نعمل ايه؟ الميل هيطلع سالب واحد، دي الميل بتاعنا، يبقى ظا ه بتساوي سالب واحد. الميل بيساوي ظل الزاوية، يبقى ظا ه بتساوي سالب واحد. ظا ه بتساوي سالب واحد. اضغط شيفت تان، سالب واحد يساوي، هلاقي الزاوية طلعت على الآلة سالب 45. سالب 45 يعني زاوية مع الاتجاه السالب. نطرح من 180، يبقى 180 ناقص 45 يدينا 135. ليه طرحت من 180؟ اقول لك. عايز تعرف ليه؟ بص معايا هنا على جنب كده. لو عندي دالة مرسومة في نقطة رسمت عندها مماس، المماس يقطع محوري الإحداثيات سين والصاد، احنا يهمنا سين، قطع السينات وعمل معاها زاويتين، زاوية مع السين في اتجاه الموجب ما لا نهاية، وزاوية مع السين في اتجاه السالب ما لا نهاية، يعني زاوية يمين وزاوية شمال. الزاوية اللي على اليمين دي والزاوية اللي على الشمال ايه العلاقة ما بينهم؟ مجموعهم 180 درجة. الزاوية لما تطلع سالب، يعني عايز يقول لك الزاوية مع الاتجاه السالب ب 45، فطرحت ب 180 وجبت الناتج ده اللي هو 135. يبقى لو الظاء سالبة الظل سالب، يعني الزاوية هتبقى منفرجة. لو الظل سالب تبقى الزاوية منفرجة، وبالتالي لما طلعها لي سالب 45 جبت المكملة ليها اللي هي 135. يبقى شباب نخلي بالنا، الميل بنجيبه ازاي؟ نوجد المشتقة الأولى ونعوض بقيمة السين. الميل بنجيبه ازاي؟ نوجد المشتقة الأولى ونعوض بقيمة السين. أمال الزاوية بنجيبها ازاي؟ نوجد المشتقة الأولى ونعوض بقيمة السين. كده بجيب الميل واضغط شيفت تان تطلع الزاوية. اضغط شيفت تان تطلع الزاوية، يبقى هنضغط شيفت تان عشان نجيب الزاوية. الزاوية لو طلعت سالبة يبقى نطرح من 180 عشان نجيب المكملة. الزاوية لو طلعت سالبة نطرح من 180 علشان نجيب المكملة لها. هنتكلم على قياس الزاوية مرة تانية. بيقول لي اوجد قياس الزاوية التي يصنعها المماس لمنحنى الدالة صد بتساوي 2 سين جا سين جتا سين عند سين بيساوي طه على 4. اوجد قياس الزاوية التي يصنعها المماس للمنحنى صد بتساوي 2 سين جا سين جتا سين عند سين بيساوي طه على 4. ادي الدالة بتاعتنا، عايزين قياس الزاوية المنحنى ده، صد بتساوي 2 سين جا سين جتا سين. كام دالة دول مضروبين في بعض؟ 3. ايه رأيك انا ابسطهم واخليهم 2؟ ازاي بقى؟ شايف دي 2 سين، هعملها سين في 2. اتنين سين هعملها سين في 2 جا سين جتا سين. اتنين جا جتا ده قانون جا اتنين سين. اتنين جا جتا ده قانون جا اتنين سين. يبقى صد بتساوي اتنين سين جا سين جتا سين. صد بتساوي اتنين سين جا سين جتا سين. اتنين سين عملتها سين في 2. ليه بقى؟ عشان تبقى سين لوحدها. اتنين جا سين جتا سين يبقى ده قانون جا اتنين سين. سين في 2 جا سين جتا سين يبقى ده قانون جا 2 سين. مشتق الدالة السين مشتقتها 1 في التاني زي ما هو، زائد مشتقة التاني 2 جتا 2 سين. مشتقة التاني 2 جتا 2 سين في الأول سين. مرة تانية، مشتقة الأول 1 في التاني زي ما هو، زائد مشتقة التاني 2 جتا 2 سين في الأول زي ما هو سين. كده اشتقيت الدالة. بعد ما اشتقيت نجيب له الميل. الميل بنجيبه ازاي؟ نعوض عن السين. ما تورينا كده في اصل المسألة السين بكام؟ نطلع كده شوية اهي. عند سين بكام؟ طه على 4. عند سين بيساوي طه على 4، شايفين؟ ننزل بقى تحت المسألة اهي،
يبقى واحد في ج اتنين في طه على الأربعة زائد اتنين في س اللي هي طه على الأربعة جتا اتنين في طه على الأربعة، يبقى جا اتنين مع الأربعة تروح تبقى طه على اتنين، اتنين مع الأربعة تروح تبقى اتنين تبقى طه على الاتنين، جتا اتنين مع الأربعة تروح تبقى طه على الاتنين، يبقى ده بيساوي جا 90 بواحد زائد طه على الاتنين جتا 90 بصفر، يبقى الناتج يطلع بكام؟ واحد. اضغط شيفت تان واحد يساوي، تطلع قياس الزاوية 45 درجة. موجب 45 يبقى مش هطرح من حاجة. يبقى المسألة بتاعتنا خلي بالك القانون اللي احنا بنينا عليه حلنا في المسألة دي هو قانون ان جا 2 س بيساوي 2 جا س جتا س، يبقى 2 جا س جتا س 2 في جا س في جتا س ده اسمه قانون جا ضعف الزاوية، يبقى اضرب الزاوية في 2. 2 جا س جتا س ده اسمه قانون جا اضرب الزاوية في 2. 2 جا س جتا س ده قانون جا واضرب الزاوية في 2. 2 جا س جتا س ده قانون جا واضرب الزاوية في 2. اضرب الزاوية في 2. نشوف المسألة بتاعتنا بيقول لي اوجد قياس الزاوية مرة تانية، ص بتساوي 2 س جا س جتا س، عادة تاني 2 س جا س جتا س كتبتها س في 2 عملتها س اهي س الأول وبعد كده 2 الضرب إبدالي 2 جا س جتا س ده قانون جا واضرب الزاوية في 2 والس اللي في الأول ملهاش دعوة، يبقى كده دي ص اللي هنشتقها كده، انا ظبطت المسألة ودي ص اللي هنشتقها. يلا نشتق س مشتقتها واحد والتاني زي ما هو زائد مشتقة التاني 2 جتا 2 س في الأول زي ما هو، بعد كده نعوض عن س بطه على 4 ونطلع الناتج طلع صفر طلع واحد، شفت تاني واحد تطلع زاوية 45. هنتكلم على مسألة تانية بيقول لي اوجد النقط الواقعة على المنحنى. خلي بالك اوجد النقط الواقعة على المنحنى، لطلب التانية ثانوي نخلي بالنا النقط الواقعة على المنحنى. اتفقنا وقلنا لما يطلب مني النقط الواقعة على المنحنى يبقى لازم يكون مديني س وانا اجيب له ص، او يديني ص وانا اجيب له س. اتفقنا ازاي الكلام ده؟ نشوف كده المسألة بتاعتنا اللي بتقول اوجد النقط الواقعة على المنحنى ص بتساوي جا س زائد جتا س والتي يكون عندها المماس موازيا لمحور السينات. اوجد النقط الواقعة على المنحنى ص بتساوي جا س زائد جتا س، جا س زائد جتا س نبين بس المسألة كاملة معلش، يبقى ص بتساوي جا س زائد جتا س. اوجد النقط الواقعة على المنحنى والتي يكون عندها المماس موازيا لمحور السينات. بيقول لي المماس يوازي محور السينات، طب ما انا عارف ان كلمة يوازي السينات يبقى الميل بيساوي صفر، يبقى هو مديني الدالة ص بتساوي جا س زائد جتا س، عايز يوجد قيمة السين التي تجعل المماس يوازي محور السينات. المماس يعني المشتقة الأولى، الجا مشتقتها جتا والجتا مشتقتها سالب جا، الجا مشتقتها جتا والجتا مشتقتها سالب جا، ده المماس يوازي محور السينات، يبقى الميل جتا س ناقص جا س بتساوي صفر، جتا س ناقص جا س بتساوي صفر. طب وبعدين؟ يبقى جتا س بتساوي جا س، يبقى جتا س بتساوي جا س، يلا هات لي قيمة السين. طب انا اجيبها ازاي؟ لما تكون جتا بتساوي جا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ايه رايك لو قسمت كله على جتا؟ بالقسمه على جتا س. اصلا ما اعرفش احل المعادله المثلثيه وهي فيها جتا وجا، يبقى هقسم على جتا س. قسمت الطرفين على جتا س، جتا مع جتا تروح يبقى واحد، وجا على جتا تبقى ظا س، وكده قلت ان ظا س بكام؟ واحد. يبقى مره تانية اشتقيت الداله، الصاد بتساوي جا س زائد جتا س، دي الداله الاصليه،
الدالة الأصلية اللي مديها لنا في المسألة أصلا، مالها الدالة الأصلية دي؟ هنشتقها، نشتق الدالة، الجا مشتقتها جتا، والجتا مشتقتها سالب جا. طب وبعدين؟ قال لي المماسي وازي محور السينات، يبقى المشتقة اللي احنا جبناها نساويها بالصفر. جبت المشتقة وسويتها بالصفر، يبقى جتا س بتساوي جا س، اقسم الطرفين على جتا، اقسمها خفيفة اهي، يبقى جا على جتا تبقى ظا س بتساوي واحد. لما تبقى الظاب واحد يبقى اذا س بكام؟ حسبت على الآلة الظاب واحد طلعت الزاوية 45، شفت تان واحد تبقى الزاوية 45. خلي بالك الزاوية دي مش زاوية الميل، لا ده قيمة س. الظا هنا طالعة موجب واحد، الظا موجبة في الربع الايه؟ الأول تكتب الزاوية كما هي، والتالت يبقى س تتكتب 180 زائد 45 يبقى 225. يبقى الظا مسألة من الأول تاني اهي، ص بتساوي، نطلع فوق سنة. معانا مين معانا على التليفون يا جماعة؟ محمد، معانا محمد من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا محمد؟ علي صوتك شوية. الحمد لله. ازيك يا مستر؟ الله يخليك. ازيك يا حبيبي؟ تمام الحمد لله. ما سمعناش صوتك الحلقة اللي فاتت. معلش يا مستر. يلا. متابع معايا؟ متابع. طب نشوف كده مع بعض المسألة بالأول. ص بتساوي جا س زائد جتا س، اشتقيت الجا مشتقتها جتا والجتا مشتقتها سالب جا. سويتها بصفر، ليه سويتها بصفر يا محمد؟ لان الميل هو، لان هو الميل اصلا، المماس اصلا بيوازي محور السينات، بيوازي محور السينات، المماس يوازي محور السينات اهم. بص بص الناس متعاونين معاك ازاي، صديقنا محمد بيتصل بينا معظم الفترات، فعشان كده الناس متعاونه معاه. شوف كده عملوا ايه، طلعوا له فوق وشاوروا له على المماس يوازي محور السينات، جاوبوا معاك اهو يا محمد. نكمل، جتا س نشتق الداله، الجتا تبقى جتا والجتا سالب جا، ونسويها بصفر، يبقى جات جتا س بيساوي جا س. قسمت على جتا عشان اخليها حاجه واحده بس، انا مش هعرف اشتغل وهي جا وجتا، قسمت فبقيت ايه، جا على جتا بتساوي ظا، والجتا راحت، يبقى ظا بواحد. ايه الزاويه اللي الظا بتاعتها بواحد؟ ضغطت شيفت تان طلعت الزاويه 45. الظا هنا موجبه، الظا طالعه موجبه في الربع الايه؟ الاول والتالت. يبقى اكتب الزاويه مره في الاول مره في التالت. في الاول تكتب كما هي على الاله 45، في التالت 180 زائد 45 يبقى 225. كده يا محمد انا جبت قيمه مين؟ س. بس هو قال لي اوجد النقط، وعلشان اجيب النقط لازم يكون عندي س وصاد. انا عندي س، تعرف تجيب الصاد؟ اعرف اجيب الصاد. ازاي؟ يبقى هنعوض في الداله الاصليه. طب ما نطلع له فوق سنه كده، خلي دي تبله. ايوه اهي، لا مش قوي كده اهي. صاد بتساوي جا س زائد جتا س، يبقى ال 45 اللي طلعها دي هيعوض بيها في الجا س والجتا س. يلا عوض يا محمد. هتبقى صاد بتساوي، ايوه، جا 45 زائد جتا 45. جا 45 زائد جتا 45، جا 45 واحد على جذر 2، جتا 45 واحد على جذر 2، تطلع الناتج بيساوي جذر 2 على الآلة. يبقى النقطة الأولى 45 وجذر 2. طب والنقطة الثانية بنفس الطريقة يا محمد، فضل عوض. النقطة الثانية تبقى صاد بتساوي جا 225 زائد جتا 225. طب نكتبها، صاد بتساوي اهي جا س اللي هي لسه مطلعينها ب 225 زائد جتا 225، تطلع بسالب 1 على جذر 2 زائد سالب 1 على جذر 2، تطلع بسالب جذر 2. يبقى النقطة الثانية 225 وسالب جذر 2. تمام يا محمد؟ يبقى المسألة بتاعتنا ايه؟ المسألة بتاعتنا بقول تمام يا أستاذ محمد. نشوف مع بعض المثال اللي جاي، ومحمد برضه هيحل معانا. فبيقول لي ايه؟ اوجد النقط الواقعة على المنحنى. بيقول لي إذا كانت س دي البداية بتاعتها تنتمي الفترة صفر وط، اوجد النقط الواقعة على المنحنى ص بتساوي جا 2 س، والتي يكون عندها المماس موازين المستقيم ص ناقص س بيساوي صفر. برضو عايزنا نجيب النقط، اوجد النقط الواقعة على المنحنى، اوجد النقط الواقعة على المنحنى ص بتساوي جا 2 س، والتي يكون عندها المماس موازين المستقيم. عايزين نجيب النقط، يبقى برضو هنجيب له س وص. طب نجيب س وص ازاي؟ هيديني معادلة او معلومة. المعلومة اللي قال لي عليها، والتي يكون عندها الايه؟ المماس موازين المستقيم.
سين ناقص طب بتساوي صفر. تمام. المماسي وزن مستقيم، يبقى ميل الاول بيساوي من التاني، ميل الاول بيساوي ميل التاني، يبقى ص بتساوي جا 2 س، والمستقيم ص ناقص س بيساوي صفر. المماسي وزن مستقيم، المماس للمنحنى وزن مستقيم، يبقى ميل الاول بيساوي ميل التاني، ميل الاول بيساوي ميل التاني. ميل الاول يعني نجيب المشتقه الاولى، ميل الاول يعني نجيب المشتقه الاولى. اتفضل اشتق الداله. المشتقه الاولى هتبقى بصب شرطه بتساوي 2 جتا 2 س. طب والمستقيم ميله؟ المستقيم اعمله بواحد. سالب معامل س، سالب معامل س يبقى سالب سالب واحد على معامل ص واحد، سالب سالب واحد يبقى واحد على واحد، يبقى الميل طلع بواحد. كده عندي الميل وعندي الداله اشتقيتها اهو، يبقى جبت الميل. بيقول لي المماسي وزن مستقيم في حاله التوازي، ميل الاول بيساوي ميل الثاني، يبقى ميل الاول بيساوي ميل الثاني. بما ان المماس يوازي المستقيم، يبقى 2 جتا 2 س بيساوي 1. يبقى جتا 2 س بيساوي نص، عشان هقسم على 2. لا اقسم على 2 ايه؟ جتا 2 س بيساوي نص. ايه الزاويه اللي الجتا بتاعتها بنص؟ الجتا الزاويه اللي بتساوي الجتا بتاعتها بتساوي نص، هتبقى 60. 60. يبقى اذا الزاويه 60. خلي بالك بقى معايا. طب الجتا هنا اهو طالعه موجب نص ولا سالب نص؟ لا ده موجب نص. الجتا بتبقى موجبه في الربع الاول والرابع. الاول والرابع. يبقى الزاويه بتاعتنا اللي اسمها 2 س نكتبها مره في الاول، تكتب كما هي طلعت على الاله، و2 س نكتبها في الربع الرابع 360 ناقص الزاويه اللي طلعت على الاله. يبقى الزاويه عندي 60 و300، 60 و300، 60 و300. طب وبعدين طلعت الزاويه عندنا دي كام س؟ 2 س. لا انا عايز س بس، قمت اقسم على الاثنين. 60 على 2 يبقى 30، عايز اقسم على الاثنين يبقى 150. يبقى دي قيمه س. هو قال لي اوجد قيمه س ولا اوجد النقط؟ لا اوجد النقط. خد بالك معايا بقى، س ب 30 وس ب 150، هو ايه اللي حاسسين تنتمي لفتره صفر وط، صفر وط. يلا نجيب له المساله في الاول خالص. س تنتمي لفتره صفر وط اهي، يعني من صفر ل 180، من صفر ل 180. لما حليت بقى المساله بتاعتنا ونزلت تحت خالص، ننزل له يا جماعه تحت خالص، طلعت س ب 30 و150، فالحلين ينفعوا، الحلين ينفعوا. طب بعد ما طلعت الحلين س، اطلع ص بالتعويض في الداله الاصليه، يبقى ص بتساوي ج 2 في 30، تطلع بجذر 3 على 2. يبقى النقطه الاولى 30 وجذر 3 على 2، والثانيه ص بتساوي ج 2 في 150، يبقى سالب جذر 3 على 2. يبقى النقطه الثانيه 150 وسالب جذر 3 على 2. شكرا ليك يا محمد، طولنا عليك، وممتاز ممتاز ممتاز. يبقى نخلي بالنا يا شباب عملنا ايه؟ جبت المشتقه الاولى للداله، وبعد ما جبت المشتقه الاولى شفت العلاقه اللي مديهاني، قال لي المماس يوازي المستقيم، يبقى ميل الاول بيساوي ميل الثاني. يبقى المستقيم والمماس هما الاثنين، جبت ميل الاول وميل الثاني وساويتهم ببعض. بعد ما ساويتهم عملت معادله طلعت منها قيمه السين، وبعد كده عوضت في المعادله الاصليه جبت قيمه صاد المناظره. بيقول لي اوجد معادله المستقيم، اوجد معادله المماس، المستقيم المماس. نشوف كده المساله بتاعتنا، بيقول لي اوجد معادله المماس للمنحنى، اوجد معادله المماس للمنحنى. عشان نجيب معادله المماس، المساله بتقول اوجد معادله المماس لمنحنى الداله ص بتساوي سالب ج 2 س سالب ج 2 س عند النقطه ط على 2 و0 الواقعه عليه. اوجد معادله المماس للمنحنى، اوجد معادله المماس لمنحنى الداله ص بتساوي ج 2 س سالب ج 2 س سالب ج 2 س عند النقطه ط على 2 و0 الواقعه عليه. طب لما جيت احل، اول خطوه عندنا طلب مني معادله المماس. عشان اجيب معادله المماس لازم يكون عندي نقطه يمر بيها المماس، عندي وميله. لا دي نجيبها دي. الصاد بتساوي سالب ج 2 س سالب ج 2 س.
مشتق الدالة سالب اتنين جتا اتنين سين، الجتا مشتقتها سالب جا يبقى موجب اتنين جا اتنين سين. مرة تانية، سالب الجا مشتقتها اتنين جتا اتنين سين، سالب جتا اتنين سين مشتقتها سالب اتنين تبقى سالب اهي سالب اتنين تبقى موجب اتنين جا اتنين سين. كده اشتقيت الدالة. الميل معوض عن سين بالنقطة اللي قال عليها، فين النقطة؟ طه على اتنين وصفر، طه على اتنين وصفر، يبقى شيل كل سين واحط مكانها طه على اتنين، يبقى سالب اتنين جتا اتنين في طه على اتنين زائد اتنين في جا اتنين في طه على اتنين، يبقى الميل بيساوي سالب اتنين جتا طه زائد اتنين جا طه، جتا طه بجتا 180 بسالب واحد، جا طه جا 180 بصفر، يطلع ناتج اتنين سالب اتنين في سالب واحد يبقى اتنين، يبقى الميل طلع باتنين. طب والنقطة هو مديها لنا بكام؟ النقطة طه على اتنين وصفر، والميل لسه طالع باتنين، عندي النقطة وعندي الميل، تعرف تجيب المعادلة؟ طبعا المعادلة معادلة المماس هي ص ناقص ص واحد على س ناقص س واحد بتساوي الميل. يبقى ص ناقص ص واحد اللي هو صفر على س ناقص س واحد اللي هي طه على الاثنين بيساوي الميل اللي هو كام؟ اتنين على واحد. حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، نضرب بقى واحد في ص بص بيساوي اتنين س ناقص اتنين تروح مع الاثنين تبقى طه، ودي معادلة الخط المستقيم. يبقى ص بتساوي 2 س ناقص ط. يبقى معادلة المستقيم عشان اجيبها لازم يكون عندي نقطة وميل، نقطة تقع عليه وميله، عندي النقطة وعندي الميل اقدر اجيب المعادلة. المعادلة هي ص ناقص ص واحد على س ناقص س واحد بتساوي الميل. المعادلة مرة تانية هي ص ناقص ص واحد على س ناقص س واحد بتساوي الميل. تعالى بقى اما اشرح لك ملخص ملاحظات مرتبطة من أولى ثانوي إلى تانية ثانوي في خلال الوقت المتبقي لنا من حلقة النهاردة. بكده أنا خلصت المشتقة الأولى للدوال المثلثية. عايزك بقى تركز معايا في الملاحظات المرتبطة بالميل والملاحظات المرتبطة بمعادلة الخط المستقيم والملاحظات المرتبطة بالنقطة. يلا يا شباب نشوف مع بعض المسألة بتاعتنا. مسألتنا بتقول أو المثال الأمثلة بتاعتنا بتقول اوجد النقط، اوجد النقط الواقعة على منحنى الدالة. لما بيقول لي اوجد النقط بعمل ايه؟ لما يقول لي اوجد النقط أول خطوة عندنا بجيب له س من المعادلة اللي بيدهاني، بعد كده أجيب له ص، أجيب له س وبعد كده أجيب له ص، بجيب له ص بالتعويض في الدالة الأصلية، بالتعويض في الدالة الأصلية. طب شوف كده معايا الملحوظة بتقول عند التعويض بقيمة سين في الدالة الأصلية نوجد قيمة صاد المناظرة. الصبورة كلها هتتملي دلوقتي مع بعض، خلي بالكم. عند التعويض بقيمة س في الدالة الأصلية نوجد قيمة ص المناظرة. عند التعويض بقيمة س في الدالة الأصلية نوجد قيمة مين؟ ص المناظرة. أما لو عوضت في المشتقة الأولى نوجد الميل. عند التعويض بقيمة س في الدالة الأصلية نوجد قيمة ص المناظرة. عند التعويض بقيمة س في الدالة الأصلية نوجد قيمة ص المناظرة. أهي عند التعويض بقيمة س في الدالة الأصلية نوجد قيمة مين؟ ص المناظرة. طب بيقول لي بقى لما نعوض في المشتقة الأولى هنجيب مين؟ الميل. هنجيب الميل. طب تعالى ما نشوف موضوع الميل ده هنجيبه إزاي. الميل حالاته بص بقى، حالات الميل كلها
الميل بيساوي فرق الصادات على فرق السينات. ده امتى الكلام ده؟ في حالة نقطتان تقعان على المستقيم. يبقى اول حالة عندنا ان الميل بيساوي فرق الصادات على فرق السينات. تاني حالة الميل بيساوي ظاهي. امتى الميل بيكون بيساوي ظاهي؟ قال لك الميل بيساوي ظاهي في حالة زاوية يصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. يبقى تاني حالة عندنا ان الميل بيساوي ظاهي زاوية يصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. بعد كده الميل بيساوي تالت حالة عندنا صفر. امتى الميل يساوي صفر؟ لو كان يوازي السينات. طب وبقية حالات الميل؟ حالات مهمة جدا جدا جدا. قلت تلاتة، هكمل التلاتة ولكن بعد الفاصل. سنعود إن شاء الله. موعد أذان العصر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، دلوقتي احنا بنتكلم على ملاحظات خاصة باشتقاق الدول الحقيقية. فلما اتكلمنا عن الاشتقاق قلنا خلي بالك عند التعويض بقيمة سين في الدالة الأصلية نوجد قيمة صاد المناظرة، المشتقة الأولى نوجد الميل. الميل ده حالاته ايه؟ أول حالة فرق الصادات على فرق السينات لما يكون عنده نقطتين، ظاهي زاوية يصنعها المستقيم مع الاتجاه الموجب لمحور السينات، صفر لو قال لي يوازي السينات، واحد على صفر اللي هي غير معرف لو قال لك ان المستقيم ده يوازي محور الصادات اللي هو عموديا على محور السينات. بعد كده الميل بتاعنا بيساوي سالب معامل سين على معامل صاد في حالة معادلة المستقيم ألف سين زائد ب صاد زائد جيم بيساوي صفر. ألف سين زائد ب صاد، عشان تبان أكبرها شوية، هي ألف سين زائد ب صاد زائد جيم تساوي صفر. آخر حالة فيهم دال صاد على دال سين في حالة معادلة المنحنى عند النقطة سين وصاد. ست حالات للميل، اي حالة من دول هيجيبها يديك المعطى بتاعها، يا اما يديك نقطتين تقول له فرق الصادات على فرق السينات، يا اما يديك الزاوية تقول له ظاهر، يا اما يقول لك يوازي السينات تقول له صفر، يوازي الصادات واحد على صفر، عندك نقطتين، عندك مستقيم يوازيه تقول له سالب معامل سين على معامل صاد. المشتقة الاولى الدالة لو اداك معادلة المنحنى، ودي الحالة السادسة والاخيرة اللي خدناها السنة دي. ملاحظاتنا على كل ده بتقول ايه؟ لكن الملاحظات بتاعتنا في حالة التوازي، أول ملاحظة إذا كان المستقيمان متوازيان يبقى ميل الأول بيساوي ميل الثاني. إذا كان المستقيمان متعامدان يبقى ميل الأول في ميل الثاني بيساوي سالب واحد. المنحنى او المستقيم اللي هيقول لك عليه المنحنى يقطع محور السينات يبقى نضع صاد بصفر. المنحنى يقطع محور الصادات يبقى نضع سين بصفر. خد بالك من يوازي ويقطع، خد بالك من يوازي ويقطع، يقطع يبقى بنحط سين بصفر او صاد بصفر على حسب يقطع مين، انما يوازي يبقى الميل هو اللي بصفر. يوازي يبقى الميل اللي احنا عملنا كل ده عشانه، يبقى الميل هو اللي بصفر. يبقى يقطع يبقى الصاد بصفر، لو كان يوازي يقطع السينات يبقى الصاد بصفر، يقطع الصادات يبقى السين بصفر، انما يوازي تفرق. خد بالك معنا، دي الحالات بتاعتنا اللي اتكلمنا فيها عن معادلة الخط المستقيم واتكلمنا فيها عن الميل. يبقى الميل احنا خدناه في الصف الاول الثانوي، والثانوي بناخده تاني وخدته في اعدادية. الرابط ما بين كل ده، الرابط ما بينهم هو الرسمة اللي احنا رسمناها على السبورة، التخطيط اللي احنا كتبناها على السبورة، تجميعة الدرس اللي احنا كتبناها على السبورة بتاعتنا.
يبقى احنا دلوقتي كل اللي عملناه ان احنا الداله بتاعتنا قلنا هنعوض بقيمه س في الداله الاصليه نوجد صاد، هنعوض في المشتقه الاولى نوجد الميل، ودي حالاته ست حالات. المستقيمان متوازيان يبقى ميل الاول بيساوي ميل الثاني، المستقيمان متعامدان يبقى ميل الاول في ميل الثاني بيساوي سالب واحد، المنحنى يقطع محور السادات يبقى نضع صاد بصفر، المنحنى يقطع محور السادات يبقى نضع س بتساوي صفر. حلقه المره اللي جايه، في حلقه المره اللي جايه هيبقى عندنا مجموعه من الحاجات. رقم واحد، في بدايه الحلقه هنقول تشجيعيا اسامي طلبه الصف الاول الثانوي اللي جايبين مجاميع عاليه. مجاميع عاليه يعني احنا بنقول لهم يا جماعه انتم ممتازين وعايزينكم تستمروا. عايز الناس بقى تتواصل معنا على البرنامج بتاعنا على موقع القناه، وموقع القناه يا ريت يا جماعه ننزل لهم موقع القناه كده، نحاول ننزله دلوقتي. موقع القناه www.arrahma.tv. على موقع القناة تخش على البرامج التعليمية، ومن البرامج التعليمية على حلقات رياضيات الطلبة تبتدي تنزل لي أسميها بالمجموع الكلي بتاعها. عايزين مجموع ودرجة الرياضة، اسمك درجتك في الرياضة المجموع الكلي، المجموع الكلي. يبقى مرة تانية احنا بنكمل وبنقول يا جماعة الرقم ظهر دلوقتي عندنا على الشاشة، الموقع بتاعنا، الموقع بتاعنا ظهر على الشاشة www.arrahma.tv. بلغوني دلوقتي ان الموقع نزل على الشاشة، الناس تنقلوا يا جماعة وتتواصلوا معنا وتنزلونا درجاتكم. قول لي جبت كام في الرياضة، وقول لي جبت كام مجموعك كلي، المحافظة بتاعتك، اسم مدرستك، المحافظة واسم المدرسة، والموقع بتاعنا زي ما انتوا شفتوه من شوية ويظهر لنا مرة تانية www.arrahma.tv. ده أول حاجة. تاني حاجة عندنا هنتكلم في حساب المثلثات لطلب التانية ثانوي، هنتكلم عن قانون مجموع زاويتين والفرق ما بينهم والمسائل بتاعتها والمسائل اللي جت في الامتحان وبعض الأفكار المرتبطة بيها. ده كان اللي احنا عملناه النهاردة، وده اللي هنعمله إن شاء الله الحلقة اللي جاية. نتمنى إن شاء الله أن احنا نشوفكم على خير، وحتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.